وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الصربية بلغراد، حيث استقبله الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بمطار العاصمة. وكان الرئيس السيسي قد اختتم زيارته إلى ألمانيا متوجها إلى بلغراد في زيارة ثنائية رسمية الأولى من نوعها، وذلك في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس السيسي إلى بلغراد ستشهد عقد مباحثات مكثفة مع الرئيس الصربي، بالإضافة إلى مقابلة رئيس البرلمان الصربي، وذلك لبحث آليات تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، فضلا عن النظر في سبل التعاون والتنسيق على الصعيدين الدولي والإقليمي. كما أضاف متحدث الرئاسة أن الزيارة ستشهد أيضا عددا آخر من الأنشطة المكثفة، على رأسها إلقاء رئيس السيسي كلمة في جامعة بلغراد تتضمن التركيز على مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن استعراض محددات السياسة المصرية تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية المعاصرة.